إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن 3 cases كده study case. هنتكلم من خلالها على موضوع الترانسبلانتيشن أو البري أوبريتيف أسسمنت للعيانين الـ sensitized patient. الخطة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن 3 حالات كده باختصار، وبعد كده هنتكلم عن الـ diagnostic tools أو الـ investigations اللي بتهمنا في الاميونولوجيك اسسمنت، عشان الكلام كله مبني على بعض التفاصيل ولازم يكون كلامنا فيها الى حد ما قريب من بعضه، او المفاهيم قريبه عند معظم الدكاتره. وفي الاخر ازاي بنتعامل مع السنسيتايزد بيشنت، وايه حال ايه حاليا الادويه اللي بتستخدم والبروتوكولز المستخدمه في بعض المراكز. وهنرجع تاني نتكلم عن الثلاث حالات ونتكلم بالظبط عن التفاصيل بتاعتهم ونطبق كل الكلام اللي قلناه عليه. المهم، المفروض ان احنا ال HLA antigens دي المفروض ان احنا دي من البريرز المهمه في الزرع، والمفروض ان احنا دورنا ان احنا نتجنب هذه الانتيبوديز اللي موجوده عند الريسيبيانت على قد ما نقدر، لانها من ضمن الحاجات اللي بتعوق السكسسفول كيدني ترانسبلانتيشن. احنا لسه بادئين. عندنا المفروض الانتي بوديز اجينست ال HLA لو اتوجهت اجينست الانتيجنز اوف ذا دونر فبنسميها دونر سبيسيفيك انتي بوديز، ودول تقريبا بنقسمهم لنوعين: دونوفو دي بتحصل بعد الزرع، ودي ممكن تساهم في على المدى البعيد في حصول كرونيك انتي بودي ميديتد ريجكشن واسوشيتد وذ جرافت جلوميرولوباثي، وممكن تعمل ليت اونست اكيوت انتي بودي ميديتد ريجكشن. اما البري فورم الدي اس اي اللي موجوده من الاول عند العيان، اللي هو العيان اللي بيبقى احنا بنسميه سنسيتايزد، دي ممكن لو موجوده بنسب كبيره وموجهه اجينست الدونر ممكن تعمل هايبر اكيوت ريجكشن، وممكن تعمل صور ثانيه من الاكيوت ريجكشن زي الاكسلريتد اكيوت ريجكشن والايرلي اكيوت ريجكشن. طيب الكيسز اللي هناخدها، في كيس 2 كيسز من مراكز من مستشفيات في كوريا، في بعض الباحثين عاملين كتاب عن الموضوع ده وحاطين 2 كيسز كده اللي هي كيس 1 وكيس 2 وكيس 3. دي كيس موجوده عندنا بتتقدر حاليا وان شاء الله هتزرع قريب. يعني الكيس الأولانية، دايما الكيس احنا بنراجع أهم حاجة بالنسبة للإيميونولوجيك أسسمنت الباست هيستوري أوف سنسيتايزيشن بجانب الـ HLA تايبنج بتاع الدونر والريسيبيان عشان نحدد درجة الميس ماتش، والأنتي بوديز اللي موجودة عند الريسيبيان بنعمل لها سكريننج على مستويين، على مستوى الكروس ماتش نفسه ده بنشوف الأنتي بوديز دي هتشتغل مع الدونر اللي احنا اخترناه، وعلى مستوى سكريننج نحدد وجود الانتي بوديز دي من عدمها ودرجه وجودها قد ايه. فدي بيشنت 65 سنه كان الهيستوري اوف سنسيتايزيشن اللي قبل كده ان جالها بريجننسي قبل كده، ومن ضمن الحاجات المهمه طبعا اللي بتخلي السنسيتايزيشن يحصل البريجننسي والبريفيوس ترانسبلانتيشن والريبيتد بلاد ترانسفيوجن، وفي فاكتورز ثانيه ممكن تزود السيفيريتي اوف سنسيتايزيشن زي الميجور سيرجريز والانفكشنز والحاجات اللي زي كده. الكيس 1 وكيس 2 الدكاتره ما كانوش حاطين معلومات كافيه عن ال HLA تايبنج بتاع الدونر والريسيبيانت، لكن كانت الست دي عملوا لها كروس ماتش كان السي دي سي تايب كان نيجاتيف، وكان الفلو سيتومتري كروس ماتش بوزيتيف، وكان ال HLA انتي بوديز موجوده عندها ثلاث انواع، ثلاثة سبيسيفيسيتيز دي 54 ودي كيو 6 ودي ار 15، دي من الكلاس 2 والكلاس 1 انتي بوديز، وكان في حاجه اسمها سي 1 كيو اس اي نوت داون. الحاجات دي هنرجع عليها تاني في اخر البرزنتيشن عشان نبدا نحلل الكلام ده كله. الكيس الثانيه كان نفس الكلام برضو، بيشنت 49 سنه كان برضو جالها بريفيوس بريجننسي، الداتا بتاعت الدونر وال HLA تايبنج ما كانش متاح، ودي كانت عامله سي دي سي كروس ماتش كان بوزيتيف، وكان عندها برضو اتش ال اي انتي بودز. الحاله الثالثه اللي احنا بنتحضر في المركز ده عيان 55 سنه، الهيستوري اوف سنسيتايزيشن
ان كان زرع قبل كده، وطبعا الدونر داتا والبريفيس دونر اتش ال اي والحاجات دي متاحه يعني معانا، وكان عمل الكروس ماتش بالسي دي سي تكنيك وبالفلو سيتومتري طلعوا نيجاتيف، بس كان عنده اتش ال اي انتي بودز. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه مع الثلاث حالات دي. عشان الكلام يبقى واضح والداتا تبقى المتاحة في الليتريتشر كتير قوي وفي اختلافات كتيرة بين كل مجموعة ومجموعة وبين معمل ومعمل، فلازم نعرف بالظبط ايه الادوات اللي بنستخدمها وايه الكلينيكال ريليفنت لكل حاجة فيهم. احنا مش هنتكلم طبعا عن الانفستيجيشنز دي بالتفصيل، ليها كتب ومراجع انا حاططها حتى في البرزنتيشن، لكن انا هستعرضها سريعا كده واقول بعض النقط المهمة في كل حاجة. المفروض ان احنا ال HLA انتي بودي ورك اب او الاميولوجيك اسسمنت بنعمله في الاول عشان خاطر نستبعد وجود اي دونر سبيسيفيك انتي بودز، وعندنا ثلاث خطوات اساسيين بنعملها. اول خطوه ان احنا بنعمل HLA تايبنج للدونر والريسيبيانت عشان نحدد قد ايه الميس ماتش بتاعهم، وده بيفرق في الانتي بودي ميديتد ريجكشن والسيل ميديتد ريجكشن، وده مش موضوعنا دلوقتي. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل كروس ماتش بين الريسيبيانت والدونر، ودول عندنا طريقتين بنعمل بيهم السي دي سي والفلو سيتومتري. وتالت حاجه ان احنا لازم نديتكت الانتي بوديز سواء كانت اجينست الدونر وادفان في الكروس ماتش او موجوده نون سبيسيفيك للدونر، ولازم نعرف درجاتها قد ايه وهتفرق معانا ازاي في الاسسمنت بعد كده. لو اتكلمنا عن الكروس ماتش بالسي دي سي ميثود، هي المفروض انها كومبلمنت ديبندنت سايتوتوكسيستي. بنجيب الدونر ليمفوسايتس ونحط عليها ريسيبيانت سيروم اللي هو قد يكون محتوي على ال HLA antibodies against the donor lymphocytes، ونحط الكومبلمنت نسيبهم انكيوبيشن كده بيريود فتره طويله بتختلف حسب المعمل، وفي الاخر بعد كده بنشوف لو حصل بوزيتيف كروس ماتش بيكون الخلايا حصل ان الكومبلمنت فيكسد مع الانتي بودي مع الانتيجن وحصل كومبلمنت سايتوتوكسيسيتي وتكون الممبرين اتاك كومبلكس على سطح الخليه، وبالتالي في صبغه موجوده في الميديوم بتدخل جوه الخليه وبتغير لونها، فدي بتبقى بوزيتيف كروس ماتش. الانتربريتيشن نفسه بتاعها بيختلف حسب الانتي بوديز اللي عند العيان. احنا المفروض ان احنا عندنا على الليمفوسايتس في البي لمفوسايتس عليها التي لمفوسايتس عليها الكلاس 1 انتيجن وما عليهاش الكلاس 2 انتيجن، والبي لمفوسايتس عليها الكلاس 1 انتيجن بشكل مركز شويه بشكل غزير شويه على السيرفس، وعندنا كلاس 2 انتيجن. وبالتالي لو انا عندي انتي بودي اجينست الكلاس 1 هيطلع البوزيتيف كروس ماتش اجينست التي سيلز واجينست البي سيلز، ولو عندي انتي بودي اجينست الكلاس 2 هيطلع بوزيتيف كروس ماتش اجينست البي سيلز فقط والتي سيلز هتبقى نيجاتيف، ولو عندي لو تتر من الكلاس 1 انتي بودي ممكن التي سيل كروس ماتش يبقى نيجاتيف، لان الكونسنتريشن بتاع الاتش ال اي انتيجن اللي على السيرفيس بتاع التي سيلز قليل شويه بالمقارنه بالبي سيلز، وفي الوقت ده هيكون البي سيل كروس ماتش بوزيتيف. وهنا الجدول ده بيوضح لنا الكلام ده، لو كان البي سيل والتي سيل نيجاتيف وبالتالي ما عنديش دونر سبيسيفيك انتي بوديز بتركيز كافي عشان يعمل البوزيتيف تيست، لو عندي الاثنين بوزيتيف خلاص انا كده عندي انتيجن انتي بودي اجينست كلاس 1 او كلاس 1 و2، ولو عندي البي سيل فقط هي اللي بوزيتيف فمعنى كده ان انا عندي كلاس 2 انتي بودي، وممكن يكون في لو ليفل اوف كلاس 1 اللي هو مش هتكشفها قوي التي سيل ريسبتورز، ولو عندي التي سيل بوزيتيف والبي سيل نيجاتيف فدي ممكن تكون حاجات نوت ريليفنت لل HLA ماتشنج، ممكن تكون تكنيكال ايرور، ممكن يكون نون HLA انتيبوديز وهكذا. الطريقه الثانيه الفلو سيتومتري كروس ماتش، دي طريقه طلعت عشان السنسيتيفيتي بتاعه السي دي سي كروس ماتش قليله جدا، يمكن بتوصل ل 40% في احسن الاحوال عن الفلو سيتومتري كروس ماتش. دي فكرتها ان احنا برضو بناخد الخليه بس بنقراها بطريقه مور سنسيتيف اللي هو الفلو سيتومتري. فطبعا عشان الحته دي تكنيكال شويه وهعديها بسرعه، احنا الخليه بتعدي في التيوب اللي موجوده دي وبيعدي عليها ليزر بيديها لايت، الليزر لايت بيجي على الخليه
في ديتكتورز بتديكت بعض الخصائص، في حاجات بتحدد نوع الخليه دي طبيعتها ايه عشان تفصلها البي لمفوسايتس الاسف اللمفوسايتس او الوايت بلاد سيلز من الار بي سيز واللمفوسايتس من النيتروفيلز وهكذا. دي بتعتمد على الكروس سكشنال اريا اوف ذا سيل والجرانيوليشن اللي جوه السيل، ودي بيسموها السايد سكاتر والفورورد سكاتر سيجنال. وفي سيجنال ثانيه لما انا بحط بقى انتي بودي يمسك في الانتيجين اللي على السيرفيس بتاعه الخليه، بضيف بعد كده حاجه اسمها ديتكتور انتي بودي، ده بيمسك في الانتيجين انتي بودي كومبلكس اللي انا عايز ادور عليه، والانتي بودي الجديد ده اللي هو بيسموه انتي هيومن جلوبولين انتي بودي بيكون لازق فيه فلوروكروم او فلوروفورم، ودي ماده بتستقبل اللايت اللي بيجي من الليزر وبتمتصه وبتعيد اشعاعه مره تانية بطول موجي مختلف او بلون مختلف. فبيجي بعد كده في لاتر في الفلو سايتومتري بتحلل الضوء ده وبتقدر تكشف اللون بتاع الفلوروكروم، وبناء عليه اقدر اعرف اذا كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف تيست. في استخدام الكلام ده في الكروس ماتش احنا بيهمنا ان احنا ممكن نقدر نفصل البي لمفوسايتس من التي لمفوسايتس، بما ان احنا عندنا الفلو سايتومترز الحديثه بتقدر تشوف كذا لون، فانا اقدر احط مونوكلونال انتي بودي يمسك في السي دي 3 ماركر اللي بماسك في التي سيلز بس، واحط فلوروكروم يمسك في مع مونوكلونال انتي بودي يمسك في السي دي 19 اللي هو بيعلم البي لمفوسايتس، وبعد كده يبقى انا عرفت التي لمفوسايتس من البي لمفوسايتس. وفي كل خليه عليها رياكشن هقدر استكشفها بالانتي بودي اللي انا حاطه من الاول اللي هو عليه فلوروكروم تاني بلون تالت يقدر يقيس لي التست بوزيتيف ولا نيجاتيف. والحاجه اللي قلنا عليها في الاول اللي هي الجيتنج اللي هو بيفصل الليمفوسايتس من غيرها اللي هي بتيجي من السايد والفورورد سكاتر بتقول لي ان دي الليمفوسايتس، وبعدين بحط المونوكلونال انتي بودي اللي بيمسك في التي سيلز اللي هو بيمسك في السي دي 3 الجزء اللي هنا في الناحيه دي الاحمر، واللي بيمسك في السي دي 19 اللي هي البي سيلز الاصفر فيقدر يحدد لي البي سيلز من التي سيلز، وبعد كده بيطلع لي النتيجه بوزيتيف ولا نيجاتيف. الفكره في النتيجه بتتقري ازاي عشان دي ليها علاقه بالكلام اللي هنقوله بعد كده. المفروض ان انا بحط كنترول سيلز نيجاتيف سيلز بتقول لي ان النتيجه النيجاتيف هتبقى بالشكل الفلاني اللي عليه العلامه الخضراء، وبعد كده لو السيلز اللي انا دخلتها تتقيس على الجهاز ما فيش انتي بودي وما قريتش اي حاجه هتطلع برضو نيجاتيف زي الرسمه اللي فوق دي، هتبقى ماشيه متطابقه مع النيجاتيف كنترول، ولو بوزيتيف هتبقى شيفت التوزرايت زي الرسمه دي اللي تحت. وبنقيس بقى الرقم بتاع الفلو سايتومتري بحاجه اسمها ميديان تشانل شيفت، اللي تشانل هنا النيجاتيف كانت عند مثلا الميديان بيك بتاعتها كانت عند ال 50 والبوزيتيف طلعت عندي الاختبار بتاعي طلع عند ال 150، وبالتالي في ميديان تشانل شيفت حوالي 100. لو الانتيجين انتي بودي انتراكشن كتير قوي وزياده فالميديان تشانل شيفت ده هيزيد اكتر، ممكن يبقى 200 ممكن يبقى 300 حسب. فالرقم بتاع الفلو سايتومتري مش زي السي دي سي بيبقى كوانتيتيف اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف، لا ده ممكن يبقى سيمي كوانتيتيف ويدينا رقم هنشوف هنطبقه ازاي بعد كده اللي هو الميديان تشانل شيفت. وده رسمه برضو للفلو سايتومتري، بجيب السيل في الاول فوق اهي نحط عليها الانتي بودي بتاع السيروم بتاع البيشنت الريسيبيانت يمسك يعمل انتيجين انتي بودي انتراكشن، احط الانتي هيومن جلوبولين اللي هو هيمسك في الانتيجين انتي بودي رياكشن ويبقى عليه الفلوروكروم اللي انا هقيسه بالفلو سايتومتري، وبعدين احط الماركرز بتاعت التي سيلز والبي سيلز. البرزنتيشن الانتربريتيشن برضو بتاع الفلو سايتومتري نفس الكلام اللي في السي بي سي، لو الاثنين نيجاتيف التي سيل والبي سيل نيجاتيف، وبالتالي العيان ده ما عندوش ليفلز اوف انتي بودز اجينست الاتش ال اي مولكيولز سواء 1 او 2 او يعني يكاد يكون نسب قليله قوي مش هتعمل رياكشن. لو التي سيل بوزيتيف والبي سيل بوزيتيف يبقى انا عندي كلاس 1 كده كده هيتفاعل مع التي سيل والبي سيل، او كلاس 2 وكلاس 1. لو عندي التي سيل نيجاتيف والبي سيل بوزيتيف معنى كده ان انا عندي كلاس 2 هي اللي بوزيتيف، وممكن يبقى فيه احتمال ان يبقى دي كلاس 1 بس تركيزها قليل، التي سيل ما تعرفش تمسك فيها والبي سيل تعرف تمسك فيها. لو التي سيل بوزيتيف والبي سيل نيجاتيف غالبا ده برضه فيه مشكله في التكنيك او ممكن تكون نون اتش ال اي انتي بودز.
سريعا كده برضه عشان نفرق بين الفلو سيتومتري كروس ماتش والسي دي سي كروس ماتش، ده مهم برضه. احنا السي دي سي كروس ماتش دي عباره عن فانكشنال تيست، بيقيس الانتي بودي ده اذا كان سيجنيفيكانت، هيعمل اميون فيكسيشن ويعمل سيتوتوكسيسيتي للخليه ولا لا. الفلو سيتومتري ما بيتقسش الحته دي، فده اول فرق بينهم. لكن للاسف السي دي سي بتبقى السنسيتيفيتي بتاعتها قليله جدا، فعملوا تكنيكس مختلفه عشان عدلوا فيها عشان تزود السنسيتيفيتي بتاعتها، زي اضافه حاجه اسمها انتي هيومن جلوبيولين، زي ان احنا نزود الانكيوبيشن بيريود، بس ما زالت الفلو سيتومتري هي الجولد ستاندرد حاليا. عندنا مشكلتنا في الحاجه الثانيه، ان احنا الحته بتاعت ان السي دي سي بتمسك الكومبلمنت فيكسنج انتي بوديز والفلو سيتومتري ما بتعملش كده، دي طبعا ممكن تبقى فيها اختلافات من كذا وجهه نظر. لو انا عايز اشوف هل يا ترى النون كومبلمنت فيكسنج انتي بوديز ليها دور ولا لا، فالسي دي سي مش هتجيبها، لكن الفلو سيتومتري هتجيبها. ولو انا عايز، بس الحكايه دي ملهاش حل، لكن الفلو سيتومتري بتجيب النون كومبلمنت فيكسنج ومش هتجيب الكومبلمنت فيكسنج، فدي ليها حل ان انا اضيف كومبلمنت على التحليل على الخلايا. طبعا الكومبلمنت كاسكيد بيبدا بسي 1 كيو او سي دي او سي 3 دي، بنحط واحد منهم والاشهر السي 1 كيو بيتحط مع التحليل، وبالتالي اقدر احدد لو انا طلع عندي انتي بوديز وعايز اتاكد انها تبقى كومبلمنت فيكسنج وممكن دي يبقى ليها دور مهم في اي ريجكشن بعد كده، ممكن احط الكومبلمنت اللي هو سي 1 كيو على التست. فده برضو بيخليني اتخطى المساله دي. الشق الثالث في الموضوع ال HLA typing والكروس ماتش، الشق الثالث اللي هو ال detection of HLA antibodies اللي احنا كنا زمان بنسميه البانر رياكتيف انتيبادي. ده كان فكرته ان احنا بنجيب هو السي دي سي تكنيك، بس بنجيب الخلايا هنا مش خلايا ريسيبيانت، بنجيب خلايا من الدونرز. هم مش دونرز في الحقيقه، هم بيبقوا افراد من المجتمع، بنختارهم حوالي من 30 ل 40 واحد، بناخد الليمفوسايتس بتاعتهم نحطهم في بليت في حوالي 40 او 30 ويل، نحط فيهم الليمفوسايتس وناخد السيروم بتاع الريسيبيانت نحطه على مع الخلايا دي كلها. وبعد كده ده كان فكرته ان احنا الليمفوسايتس دي بتريبريزنت ال HLA antigen of the population، وبالتالي البرسنتج اللي هتطلع من الخلايا البوزيتيف دي بتمثل نسبه الدونرز اللي ممكن الريسيبيانت ده يلاقيها في المجتمع لما يجي يدور على الدونر، وبالتالي بتقول لي احتمالات ان هو يلاقي دونر قد ايه في المجتمع في الكوميونتي. وكانت بتتحسب ان احنا بنشوف الخلايا البوزيتيف من ضمن الخلايا كلها اللي في البليت ونطلع نسبه امويه. يعني لو انا مختار 40 خليه في 40 جزء للاختبار 40 ويل وطلعت 30 واحد منهم بوزيتيف، يبقى النسبه هنا هتبقى 30 على 40 حوالي كده البي ار اي بنقول 75%. الطريقه دي كانت لحد حاليا ما بتتعملش كتير، بقى في الطريقه الاحدث منها في الديتكشن اوف اتش ال انتي بودي اللي بيسموها السوليد فيز اميونو اسيز. دي تطورت على مدار ال 20 30 سنه اللي فاتوا، بس هي فكرتها كلمه سوليد فيز معناها ايه؟ معناها ان انا الانتيجين انتي بودي لو انا كنت بستخدم الخليه نفسها سطح الخليه عشان ده اللي بمسك عليه الانتيجين والانتي بودي رياكشن، فانا كده هوفر في السوليد فيز تكنيكس هوفر سيرفيس سوليد سيرفيس، ده بيبقى سوليد سبورت للانتيجين، وبعد كده يجي الانتي بودي عليه واعمل ديتكشن من غير ما احتاج لخليه ولا حاجه. ده معنى كلمه سوليد فيز. وكانت بتتعمل زمان بالالايزا، والفكره الالايزا ان احنا بنجيب الانتيجين نحطه على السوليد فيز بتاعنا اللي هو الانبوبه الاختبار، ونعمل الانتي بودي في السيروم ونعمل الرياكشن بتاعنا ونعمل ديتكشن للرياكشن ده عن طريق الانتي بودي اللي احنا بنعمل بيه ديتكشن بيبقى ماسك في انزيم يعمل تكسير لبعض المكونات في انبوبه الاختبار، وبعد كده الجهاز يقراه. لكن في لما دخلت في الفلو سيتومتري في الموضوع بقينا نعمل الحاجه اسمها بيد بيزد اسيس. دي معناها ايه؟ معناها ان انا بجيب كوره صغيره كده مايكروسفير او بيد، دي عباره عن هي دي السوليد سيرفيس اللي هلزق عليها الانتيجنز، وبعد كده احط البيشنت سيروم هيمسك في الانتيجين يعمل انتي بودي انتيجين رياكشن، وبعد كده انا اجيب الانتي بودي نفس فكره الفلو سيتومتري كروس ماتش، هجيب انا انتي بودي من عندي يمسك في الانتي بودي بتاع العيان، والانتي بودي اللي انا هجيبه ده يكون عليه فلوروكروم، وعديه على جهاز اعدي البيت دي على بعضها على جهاز الفلو سيتومتري، فتقدر تقرا الرياكشن بوزيتيف ولا نيجاتيف. البيتز اللي موجوده في السوق ممكن تكون نوعين، ممكن حاجه اسمها مالتيبل انتيجين بيتز
بيبقى البيض عليه different antigen HLA antigens، ودي بتبقى مفيدة في السكرينينج. أنا هختار كام كورة كده من دول أحط عليهم كل الأنتيجنز المحتملة في الدنيا، وأحط السيروم بتاع العين يقول لي إذا كان sensitized positive ولا negative، أو لو أنا العين ده عرفت إن هو positive عايز أعرف بالظبط أنهي HLA antibody بتركيز قد إيه، أختار حاجة اسمها single antigen bead، بيبقى البيض الواحدة عليها single antigen وهو ده ما بيحطش أنتيجنز تاني غيره. نفس الطريقة برضه احنا هنا بنتعامل على antigen antibody interaction، لكن ملهوش علاقة إذا كان complement fixing antibody ولا لأ. فعشان أتأكد من الحتة دي عشان ممكن يبقى ليها أهمية بعد كده، ممكن أستخدم الكومبلمنت في السوليوشن زي C1Q أو CD3D وأعمل assay باستخدام الكيتس اللي متاحة عندنا زي ما قلنا في المالتيبل بودز اللي هي بتاعت السكريننج. في واحدة مشهورة قوي اسمها فلو بي ار اي، دي اللي بنشوفها كتير يعني، بنبدأ أي عيان بنحضره بنطلبها له عشان نشوف إذا كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف، دي مالتيبل انتيجين. والتست ده نفسه الكلاس 1 بتبقى انبوبه كده فيها 30 بيتس، وكل بيت محطوط عليها الانتيجين اتش ال انتيجنز من سيل لاين محدد، عليها الكلاس 1 من السيل لاين رقم 1 وهكذا لحد ما نجيب ال 30 بيتس ونجمعهم لوحدهم. وكلاس 2 نفس الكلام، بنجيب 30 بيت وناخد ال اتش ال 2 كلاس 2 من السيل لاينز ونحط السيروم بتاع العيان وتقول لنا والله بوزيتيف ولا نيجاتيف. والـ HLA الانتيجنز اللي اختاروها وحطوها على الكيتس دي تقريبا بتمثل most common HLA antigens، والنتيجة بتتقاس إذا كان positive ولا negative، وبيديني نسبة مئوية. النسبة المئوية دي بتمثل قد إيه كام بيض من الـ 30 بيض دي كانت positive، ودي برضو بتديني انعكاس العيان ده sensitized ولا لا، وهيلاقي فرص للدونر بتاعته ولا لا. لو لقيت العيان كده بحتاج إن أنا أعمل له حاجة اسمها single antigen bead، ودي حاليا التكنيك المستخدمه اسمها ليمنكس اكس ماب بيزد تكنولوجي. هي التكنولوجي دي طورتها شركه ليمنكس، بس في شركات كتير بتستخدم الطريقه دي في حاجات كتير، سواء في ال HLA antibodies او في اي اختبارات تانية ليها تطبيقات تانية غير الزرع. فكرتها في ايه؟ فكرتها ان دي سنجل انتيجين بيد، كل بيد بيبقى ماسكه فيها سنجل HLA antigen. والبيتز دي بنعرفها من بعضها ازاي؟ ان الكيتس بتاعه اللومينكس بيبقى كل البيتز واخده داي بتركيز معين من الفلوروكروم، وبالتالي بيبقى ليها لون مختلف الجهاز الفلوسايتومتري يقدر يحدده، وبتوصل لحد 100 بيت في التست الواحد. البوزيتيف ريزلت بتبين زي كده فكره الفلوسايتومتري كروس ماتش، اللي فيه اللايت اللي بيدخل بتاع الليزر على البيض بيختلف وبيحصل تغير فيه، فالتغير ده بيصيب حاجه اسمها مين فلوريسنس انتنسيتي، وكل ما المين فلوريسنس انتنسيتي ده يبقى عالي يبقى معنى كده ان الانتراكشن او تركيز الانتي بودي اللي ماسك الانتي بودي الانتيجين ده يعتبر زياده. والنتيجه بعد كده بيعملها بما ان دي بيتز كتيره بتوصل لحد 100 بيتز، النتيجة دي ما نقدرش احنا نحللها بسهولة كده بالورقة والقلم، لازم كمبيوتر يدخلها اللي ياخد الداتا دي ويحللها ويقول لي والله ان انا لقيت البيض رقم مثلا 30 اللي هي اتضح انها HLA مثلا شايلة الانتيجين HLA مثلا B53 مثلا طلعت بوزيتيف، والام اف اي بتاعها طلع مثلا 15000، وفي بيت تانية طلع 8000، وفي بيت تانية طلعت 500. وبالتالي عشان اقدر اقول التحليل ده بوزيتيف ولا نيجاتيف ده مش دوره، احنا بنعرف منه الانتيجنز السبيسيفيك انتي بودز اللي طلعت والام اف اي انتنسيتي بتاعتها او تركيزه قد ايه عند الريسيبيانت، وكان الام اف اي دي كانها بديل عن التتر او عن تركيز الانتي بودز. والكات اوف اللي بنستخدمه والله بيختلف من سنتر للاخر، في ناس تقول لا انا 5000 وناس تقول لا 1000، كل طبعا ما نقلل الكات اوف كل ما هيبقى احتمالات الديتكشن اوف الاتش ال انتي بودز هتزيد. حاليا الكومن ان احنا بنقول ان هو الليمينكس نيجاتيف لو كان او نون سيجنيفيكانت لو كان الام اف اي تحت 500 او تحت ال 1000، وفوق ال 10000 بنعتبره ده رقم كبير قوي، ومن 5 ل 10 بنعتبره رقم متوسط. هنا برضو هنتكلم عن الفرق بين الديتكشن اوف HLA انتي بودي بالطريقه القديمه البي ار اي القديمه وبطريقه السوليد فيز امينو اسي.
هنستكمل تاني هنا. كان الفرق بين البي ار اي الكلاسيكي اللي كنا بنعمله زمان بطريقه السيتوتوكسيسيتي بالمقارنه بالديتكشن اوف اتش ال انتي بوديز باستخدام البيزد بيت بيزد اساي او سوليد فيز اميونو اساي. هنا البي ار اي كان فكرته زي ما احنا شرحنا ان هو بيحدد لي البروبابيلتي اوف فايندينج ا دونر اجينست هوم ذا ريسيبيانت هاز نو دي اس اي، الى اي مدى الريسيبيانت ده لما هينزل يدور على دونر هيلاقي دونر ما عندوش اتش ال اي انتيجنز والريسيبيانت ده عنده اجينست ذم اتش ال اي انتي بودز، لكن هو ما يقدرش ياسس الالو اميونايزيشن ستيتس او نقدر نعتمد عليه في الاستراتيفيكيشن اوف ريسك او تظبيط الاميونو سبريشن بتاع العيان. وده طبعا الكلام ده في كلام كتير بيؤدي في الاخر ان احنا البري فورمد دونر سبيسيفيك انتي بوديز هو ذا سترونجست بريدكتور اوف انتي بودي ميديتد ريجكشن اند جرافت سيرفايفل اكتر من الرقم اللي بيطلعه لنا البي ار اي نفسه. كنا زمان بنقول البي ار اي بوزيتيف فوق 20 ده نعتبره سيجنيفيكانت، تحت 20 نعتبره لا الكلام دلوقتي اختلف. ممكن يكون عندي البانل اوف سيلز دي ال 40 واحد اللي احنا جبناهم وعملنا منهم البي ار اي يكون الدونر واحد غير ال 40 دول، ويكون البيشنت ما عندوش انتي بوديز اجينست هيم ويطلع البي ار اي بتاعه زيرو. وممكن يكون البي ار اي طالع مثلا 10% بس العيان حظه ان هو الدونر كان غير اللي بره المجموعه دي وطلع عنده انتيجن انتي بودي انتر اكشن وعملت له اكيوت انتي بودي ميديتد ريجكشن. فالرقم ده يعني بدا في بره يعني ما بيعولوش عليه قوي، بيستخدموا الاتش ال اي تتر باستخدام الان اف اي والليمونكس، وبقى استخدام البي ار اي منحصر في ترتيب اولويه الالوكيشن اوف جرافت وان احنا نحط العين على الويتنج ليست والكلام ده كله. وده اللي حاصل مثلا في امريكا هنا، بياخدوا العيان بيسجل لما بيجي الريسيبيانت يسجل الداتا بتاعته على الداتا بيز، بنعمل اتش ال اي انتي بوديز باستخدام السوليد فيز اميونو اسيز وبنحدد انواع الانتي بوديز اللي هي موجوده عنده وتركيزاتها قد ايه باستخدام الام اف اي. وكل مركز بقى والله انا هحدد الام اف اي فوق 3000 ده سيجنيفيكانت، وبالتالي هطلع كل السيجنيفيكانت اتش ال اي انتيجنز اللي العيان ده انا مش عايزهم او الاتش ال اي انتيجنز اللي انا مش عايزها عند الدونر وادخلها في داتا بيز يطلع لي احتماليات العيان دوت في ان هو يلاقي دونر بنسبه قد ايه. فدي بيسموها كالكوليتد بي ار اي. وهنا جبت انا صوره منها العيان، بندخل حاجه اسمها ان اكسبتابل انتيجنز، بيشترطوا طبعا انه يكون عامل الاي والبي والسي والدي ار والدي كيو والدي كيو انتيجنز وانتي بوديز واي سيجنيفيكانت انتي اتش ال اي انتي بودي اجينست اي واحد من المجموعه دي بيدخل وبيدوس كالكوليت وفي الاخر يطلع لي الرقم بتاع العين. وده ملخص للحاجات اللي احنا قلناها، ان احنا بنعمل ديتكشن لل HLA antibody بطريقتين، ان احنا بنعمل cross match و detection of HLA antibody. الcross match يا اما بالCDC يا اما بالflow cytometry وقلنا الفرق بينهم، والـ HLA antibody بندتكت بالCDC القديمة زمان بتاعت الـ BRA او بالSolid Phase Assay. كان زمان من 20 سنة كده الإلايزا مشهورة، بس حاليا بنستخدم الflow cytometry سواء بالكيتس اللي هي بتعمل screening زي الflow BRA بتاع شركة وان لامدا اللي بتقول لي العين بوزيتيف ولا نيجاتيف، او اعمل بعد كده سكرينينج للعيان واحدد السبيسيفيسيتيز بالظبط باستخدام السنجل انتيجين بيتس باستخدام الليمونكس تكنولوجي. في طبعا الكلام ده عشان كان في اختلافات بين المعامل وتطور على مدار السنين، كان في كونسنسس جايد لاين 12 في 2013 كان بيتكلم عن استخدام الادوات دي كلها في الاتش ال اي تايبنج اند ديتكشن اوف اتش ال اي انتي بودي واستخدامها في الزرع عموما، وكان الكونسنسس ده منشور في 2013 وده اللينك بتاعه لو حد عايز يقرا. طيب هنتعامل ازاي مع السنسيتايزد ريسيبيانت او ايه قصه السنسيتايزد ريسيبيانت دي او ايه المشكله بتاعته؟ المشكله الاساسيه ان المرضى دول موجودين بشكل كبير على الويتنج ليست،
يعني مثلا لو احنا كنا بنقول ان البي ار ايه البوزيتيف فوق ال 5% او ال 20%، في امريكا مثلا حاطين كرايتيريا ان هو الكالكوليتد بي ار ايه يبقى فوق 80%، ده بنعتبره هايلي سنسيتايز. وفي يورو ترانسبلانت ريجن في الدول اوروبا المشتركه في البروجرام ده بيحددوا ان الهايلي سنسيتايزد بيشنت 85%. طيب المجموعه دي من الناس بتمثل قد ايه؟ في امريكا مثلا بتمثل 30% من الويتنج ليست، من البيشنتس اللي على الويتنج ليست. والمشكله كمان عندهم ان الزرع في المجموعه دي دايما قليل، يعني في امريكا مثلا الهايلي سنسيتايزد بيشنت اللي هم حوالي ثلث الريسيبيانت اللي على الويتنج ليست، معدل الزرع فيهم في السنه حوالي 6% بالمقارنه بارقام اعلى من كده في بقيه المجموعات. وده مثال لاستادز كانت منشوره عن قد ايه الناس السنسيتايزد بيمثلوا كام في الميه من الويتنج ليست. دي كانت محاضره كده عاملها الدكتور ده، وكان مجمع الداتا في كذا دوله، فالناس اللي هايلي سنسيتايزد الى حد ما نسبتهم مش قليله في المجموعه دي من الناس. يعني المشكله كمان ان احنا لما الناس دي نحاول ان احنا زرعنا في الدونر بتاعهم وهنضطر نزرع لهم، دايما بنلاقي الاوت كوم عندهم قليله. دي ستادي كانت منشوره تبع مايو كلينك، هو كان المفروض ان هي كانت سمول ستادي حوالي 100 عيان او حاجه زي كده، بينت الناس اللي هي كانت نيجاتيف كروس ماتش العاديين اللي هو الخط اللي فوق الاسود ده، والناس اللي كانوا بوزيتيف كروس ماتش او كان عندهم اتش ال انتي بوديز ويكملوا في الزرع. فطبعا دايما الجرافت سرفايفل 5 يير جرافت سرفايفل وبيشنت سرفايفل كان قليل، وكان ما فرقش معانا اذا كان العيان عنده كلاس 1 ولا كلاس 2 انتي بودي، مش هتفرق في الاخر طالما هو سنسيتايزد دايما الاوت كوم مش هيبقى حلو. وفي ستادي ثانيه اتعملت في المانيا مالتي دراج ريزيستنت، مالتي سنتر ستادي في المانيا، كانت على حوالي مش فاكر كان حوالي 2000 او 3000 عيان، كان من ضمنهم لايف دونرز حوالي 1300، ودول اللي يهمونا يعني عشان احنا بنشتغل لايف دونرز يعني. فكان الناس اللي عندها دي اس اي كان الجرافت سرفايفل عندهم قليل بالمقارنه بالناس اللي ما عندهاش دي اس اي، وكان الجرافت سرفايفل كان برضو قليل في الناس اللي عندها دي اس اي سواء كان كلاس 1 او كلاس 2. وكان في الاخر اللي فرق شويه التركيز الدي اس اي ده، هل يا ترى الانتي بودز دي كانت التتر بتاعها عالي، كانت طالعه في السيرفي او في الاسيه اللي احنا بنعمل بيه المين فلورسنس انتنسيتي بتاعتها كانت فوق ال 3000 او تحت ال 3000، ده الرقم اللي لقوا عنده فرق في السرفايفل. وده تقريبا ملخص اليل ستادي، كانت معموله على 4000 عيان، طبعا اللايف دونر كان 1300، وكان الهازارد ريشيو اوف جرافت سرفايفل كانت عاليه طبعا عن الناس اللي عندها بري فورم دي اس اي، وفي الاخر كان الكات اوف اللي لقى عنده فرق في الانتي بودي الاتش ال انتي بودي اللي هي ام اف اي بتاعتها اكتر من 3000 او تركيزها عالي، نقدر نقول تركيزها عالي، كانت طبعا مشتمله على الريسك الاعلى، وكان الكات اوف بتاعهم 3000 اللي لقوا عنده. الابروتش اللي احنا منشوره في كذا حته او بيتكلموا عليها دايما ان احنا العيان ده اللي هو هايلي سنسيتايز او اول خطوه واسفل خطوه، بس طبعا دي مش عندنا يعني اول حكايه، دي ان احنا نخلي له برايورتي عاليه في الويتنج ليست. وده اتعمل في امريكا بنظام الجديد بتاع الالوكيشن، كان زمان العيان اللي هو 80% سي كالكوليتد بي ار اي او اكتر كان بياخد اربع نقط زياده وخلاص بغض النظر هو قد ايه، لكن دلوقتي لا بداوا يدخلوا الناس اللي هايلي سنسيتايزد، مش بس الهايلي سنسيتايزد، من اول ما يبقى السنسيتايزيشن اكتر من 20% كالكوليتد بي ار اي بيديله نقط زياده، والنقط دي بتزيد زي السلايدنج سكيل كده، لدرجه ان ممكن العيان اللي هو 98% سي بي ار اي ده بياخد على السكيل بيزودوا له 24 نقطه، ولو كان 99% الكالكوليتد بي ار اي بيزودوا له 50 نقطه، ولو كان ال 100% ده عيان بقى هايلي سنسيتايز بيزودوا له 200 نقطه. فهنا ده فرق شويه في ان احنا نخلي الناس دول ليهم اولويه في الزرع، بدل ما كانوا 6% الرقم يعلى شويه. وفي اوروبا في اليورو ترانسبلانت ريجن عاملين حاجه اسمها اكسبتابل ميس ماتش بروجرام، دي حاجات ليها علاقه بالاتش ال اي ماتشنج، يعني مش هنخوض في تفاصيلها قوي، بس لو ان في فرق بعد ما طبقوا النظام ده في ان معدل الزرع زاد شويه في المجموعه دي من البيش. الحاجة التانية اللي بتسهل الموضوع برضو من غير ما ندخل في أي تفاصيل طبية أو دوائية، إن إحنا نعمل حاجة اسمها بيرد كيدني دونيشن. الدونر اللي جايبه الريسيبيانت رقم واحد
انكومباتبل معاه، والدونر رقم اثنين اللي جايبه ريسيبيانت رقم اثنين انكومباتبل، وبالصدفه الدونر رقم اثنين ينفع للدونر واحد ودونر واحد ينفع لاثنين، فاحنا ممكن نعمل بيرد ماتشنج. وده ليه سيستمز وبروتوكولز برضه طبعا مش بتطبق عندنا عشان ما عندناش سيستم للكلام ده. الخطوه الثالثه ان احنا نعمل نخش في الزرعه بتاعت العيان ده، بس نعمل له ديسنسيتايزيشن لو محتاج. واخر حاجه ان هو يفضل زي ما هو على الويتنج ليست لحد ما يجي له الدونر الكومباتبل بتاعه. وطبعا عارفين ان مشاكلها ان هو هيطول على الويتنج ليست، وممكن يبقى فيه مشاكل والمورتاليتي بتبقى عاليه في الدياليسيز والكلام ده كله. وحتى كمان يمكن فيه ستادز من جون هوبكنز سنتر على المجموعه دي من الناس، اللي هو يا اما يدخله في ديسنسيتايزيشن بروتوكول ويزرع له الكومباتبل لايف دونر، ولا يسيبه على الويتنج ليست لحد ما يجيله الزرعه، او يقارنوهم كمان بكنترول جروب من الناس اللي بتغسل بس. حتى لقوا الاستادي دي اتعملت على مرحلتين، كانت في الاول خالص في 2011 كان حوالي 200 عيان، لقوا ان الناس اللي دخلت في الديسنسيتايزيشن بروتوكولز الجرافت سرفايفل فيهم كان احسن من الناس اللي كملت على الووتنج ليست وزرعت بعدين، او الناس اللي غسلت بس ما عملتش زرع. وبعد كده في 2016 كان الجروب الكوهرت ده زاد ووصل لحد 1025 بيشنت هنا اهو، وعملوا لهم فولو اب لحد 8 سنين، فلقوا ان طبعا الناس برضو نفس الكلام، الناس اللي دخلوا في الديسنسيتايزيشن بروتوكول وخدوا انكومباتبل ترانسبلانت بعد الديسنسيتايزيشن سرفايفل جرافت سرفايفل عندهم احسن من الناس اللي كملت في الويتنج ليست او الناس اللي غسلت في اول سنه. بس ملاحظ ان اول سنه ما فرقش، يعني في اول سنه هنا كده الاوت كوم بينهم واحد، بس على مدار الخمس سنين والثمان سنين بدا يبقى في فرق واضح. وهنا يمكن المقال ده كان بيتكلم عن موضوع الديسنسيتايزيشن والبيرد دونيشن، وكان بيتكلم عن الاحتمالات دي كلها وفوائدها وخسائرها ايه، مش هنخش فيها قوي يعني، خلينا نخش على الخطوه اللي بعدها. اهم خطوه بقى لما احنا هنتكلم على العيان ده هعمل له زرع او ديسنسيتايزيشن او هكمل في السكه دي ومزنوق ما عنديش دونر غيره، اهم حاجه ان انا اعمل ريسك ستراتيفيكيشن. وطبعا الكلام ده كان لازم ليه ان احنا نشرح الدايجنوستيك تولز اللي قلناها في الاول من شويه، عشان خاطر الكلام اختلف. كان زمان احنا بنقول البيشنت بتاعنا لو ريسك ميديوم ريسك هاي ريسك، وكنا بنبص على الحته بتاعت الريسك اوف الو سنسيتايزيشن في المستقبل، وكان بيبقى في بالنا قوي موضوع ال HLA ميس ماتش. لو الميس ماتش كتير، العيان عنده ميس ماتش في اربع انتيجنز من السته اللي احنا متعودين عليهم او حاجه زي كده، بنعتبره مودريت ريسك. ولو كان زرع قبل كده او في كروس ماتش اتعمل قبل كده زمان كان بوزيتيف ولا اي حاجه زي كده، بنقول اه ده ممكن يبقى فيه ريسك اوف هايبر اكيوت ريجكشن، فده بنعتبره هاي. الكلام لا، الكلام بعد التكنيكس الحديثه وبعد السوليد فيز امينو اسي، لا بدا يبقى فيه كلام، بدا يبقى فيه كلام ان انا العيانين اللي انا كنت بشوفهم بالسي بي سي بوزيتيف كروس ماتش اللي هم عندهم ال اتش ال اي انتي بودز بتركيزات عاليه قوي، هنا الام اف اي هنا ممكن يكون واصل حسب ما انا شايف هنا حوالي 16000 و14000، دول غالبا لما اعمل لهم سي دي سي كروس ماتش هيطلع بوزيتيف. طب لو كان الانتي بودز تركيزها اقل من كده بشويه، يعني مثلا في تحت ال 10000 ولا حاجه، ممكن السي دي سي يطلع نيجاتيف، وانا كان زمان العين ده بعتبره ان هو لو ريسك ولا حاجه. ولو كان بالكتير قوي عنده سنسيتايزيشن هيستوري، ممكن اقول اه ده هو ممكن يبقى مودريت ريسك بالكتير يعني. لكن الناس دي هتبص تلاقي السي دي سي مش هتجيبهم، بس الفلو سايتومتري هتجيبهم، وده هنا هيبقى عنده برضه هاي ريسك وفي اكيوت هيومورال او انتي بودي ميديتد ريجكشن. وممكن يكون برضه العيان عنده تركيزات الانتي بوديز قليله اكتر لدرجه ان الفلو سايتومتري مش هتجيبها، بس الاميونو سوليد فيز اميونو اسي هتجيبهم اللي هو المجموعه دول. فهيبقى انا عندي دونر سبيسيفيك انتي بودي ليفلز بتركيز قليل، ممكن في المستقبل ده يخليني برضه عرضه للريسك اكتر. والناس اللي هم اللي كنت انا بسميهم لو ريسك زمان، اتضح ان هم انحصروا في مجموعه بس اللي ما عندهمش دي اس اي خالص. وبالتالي لازم نبص بقى لسكوب كبير شويه عشان نشوف العين بتاعنا هيبقى محطوط فين على انهي حته من الكيرف ده. وده اللي خلى في 2017 كان الاشي اللي هي الامريكان سوسايتي اوف هيستون كومباتيبلتي اند ايمونوجينيتكس مع الامريكان ترانسبلانتيشن سوسايتي، كانوا عملوا وركنج جروب اسمها ستار وركنج جروب. دي هدفها انها في الاخر تحط زي جايد لاينز او بلاتفورم، مش جايد لاينز يعني، تحط بلاتفورم كده للمراكز تشتغل عليها
سواء في الابحاث او في نشر الدراسات او تصميم الاستاديز او الشغل بتاعهم في البروتوكولات بتاعتهم. هدفها ان احنا نفتح الريسك ستراتيفيكيشن ما يبقاش داخل فيه مجرد السي دي سي وخلاص، بقى عندنا العيانين اللي هم عندهم هاي ريسك اوف اكيوت انتي بودي ميديتد ريجكشن، اللي هم عندهم اصلا انتي بوديز بتركيز كبير في الدم، اللي انا لو زرعت له هيجي له هايبر اكيوت ريجكشن خلاص، ده ده كده كده السي دي سي هتبقى بوزيتيف، والفلوسايتومتري بالضروره هتبقى بوزيتيف، وبالضروره برضو السنجل انتيجين بي ده هيطلع بوزيتيف وتتري عادي، ده بغض النظر عن الاتش ال ايه مس ماتش والكلام ده كله. فالعيان ده في هاي ريسك اوف انتي بودي ميديتد ريجكشن. طيب في مجموعه ثانيه تركيز الانتي بوديز اقل شويه، ممكن يبقى السي دي سي نيجاتيف بس الفلوسايتومتري هيبقى بوزيتيف، وبطبيعه الحال عندهم الدي اس اي انتي بوديز بوزيتيف، فدول برضو عندهم هاي ريسك اوف انتي بودي ميديتد ريجكشن. ممكن يبقى الانتي بوديز اقل شويه بس برضو دايركتد اجينست ذا دونر، وممكن تحمل جزء من الريسك لو لقيت الفلوسايتومتري نيجاتيف والسي دي سي نيجاتيف بس الدي اس اي بوزيتيف. في بعد كده ناس ما عندهمش انتي بوديز خالص بس ممكن يبقى عندهم ريسك وفي ميموري سيلز عايشه معانا، دول اللي هم انا بعرفها من الهيستوري بقى، حد مثلا كان عنده سنسيتايزنج ايفنت مالتيبل بريجننسي، زرع قبل كده والزرع اللي انا الدونر اللي انا هجيبه جديد في تاني مره عنده انتيجنز زي الدونر القديم، فاحتماليات ان هو يطلع انتي بوديز اكتر في العيان ده، او عملت له بانر رياكتيف انتي بودي او الاتش ال انتي بوديز عملت لها ديتكشن طلعت في الاخر في حاجات بوزيتيف بس مش موجهه اجينست الدونر نون دونر سبيسيفيك. فالعيانين دول انا ما عنديش فعليا هيومورال انتي بوديز في الدم، لكن ممكن يكون في احتماليه ان يكون في ميموري سيلز تعمل بعد كده الريسك اوف ريجكشن تزوده بعد الزحف. وفي الاخر هيتبقى العيانين اللي هم ما كانش عندهم سنسيتايزنج هيستوري ولا انتي بوديز وكان الاتش ال اي مس ماتش زياده شويه، والعيان اللي هو لو ريسك اللي هو ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي واللي احنا كنا بنعتبره زي زمان وزي دلوقتي لو ريسك. فنقدر نقول ان هنا الكلام بقى توسع شويه، المجموعه الهاي ريسك اللي احنا كنا بنسميها هاي ريسك بدات تتقسم لكاتيجوريز اكتر، اذا كان في سيرولوجيك ميموري وهتدخل العيان في هاي ريسك اوف ريجكشن، دول الثلاث احتمالات اللي هم في الاول دول، او مفيش سيرولوجيك ميموري بس في احتمال يبقى في ميموري سيلز ممكن تؤدي الى ريجكشن في المستقبل، او العيان ده الانتي بودي ميديتد اميونيتي بالنسبه له نايف مفيش سيلز ولا انتي بوديز ولا اي حاجه. وده كان من زمان زي ما قلنا المجموعه دول اللي تحت دول كنا بنعتبرهم اللو ريسك، والمجموعه دي كانت الانترميديت ريسك اللي هم ما عندهمش انتي بوديز ولا سنسيتايزنج هيستوري، والمجموعه دي على بعضها كده كنا بنعتبرها الهاي ريسك. ده طبعا انا بجيبه هنا عشان ده هينعكس على الايجيبشن جايد لاين اللي احنا اتعمل قريب يعني واتشرح قبل كده معانا، وده تقريبا الى حد ما دي الفريم ورك اللي بناء عليها اتعمل الجايد لاينز. العيانين هنا اتقسموا لخمس مجموعات تقريبا، نقدر نقول اللو ريسك زي ما احنا اللي هي المجموعه اللي ما فيش فيها انتي بوديز والاتش ال اي ماتشنج بروبورشنت وواخد كاتيجوري لو ريسك، المجموعه الانترميديت ريسك اللي هي كان العيان ده زرع قبل كده بس الانتيجنز اللي هي عند الدونر القديم افويدد والاتش ال اي مس ماتش زياده شويه وما عندوش انتي بوديز اجينست الدونر لكن ممكن يكون في تركيز انتي بودي قليل شويه. والمجموعه الهاي ريسك اتقسمت لثلاث حتت، الحته الاولانيه العيان اللي هو جاله ريجكشن سريع قبل كده في الزرعه الاولانيه، او زرع والانتيجنز القديمه ما قدرناش نتجنبها واضطرينا الدونر الجديد فيه واحد او اثنين من الانتيجنز بتاعت الدونر القديم، او الميس ماتش زياده قوي، او عنده انتي بوديز بس مش اجينست الدونر ده بس تركيزها عالي، الله اعلم في المستقبل هتعمل ايه. فدي هاي ريسك، ودول بياخدوا اندكشن ثيرابي مهم جدا وغالبا اي تي جي، والانيمو سبريشن هيبقى جرعاته زياده، واحتمال العيان ده ممكن يستفيد من الديسنسيتايزيشن. المجموعه بعد كده اللي هي اكتر من كده اللي هي بقى كان عندنا حاجتين، عيان عنده بوزيتيف كروس ماتش على مستوى السي بي سي وبالتالي بوزيتيف كروس ماتش على الفلوسايتومتري، والتركيز بتاع الفلوسايتومتري هنا لو تفتكروا الميديان تشانل شيفت كانت اللي احنا قلنا عليها القات اوف بتاعها
في المعامل يعني في مصر غالبا 200، وفي بعض الاماكن بره بيقولوا لا 100. فاحنا في الاخر الجايد لاينز قالت ان هو لو اكتر من 250 ده بنعتبره بوزيتيف. او العيان عنده دونر سبيسيفيك انتي بودز، الاتش ال اي سكريننج اللي عملناه طلع الانتي بودز اجينست الدونر اللي انا هزرعه بس تركيزاتها مش عاليه قوي، ودي بنحسبها بحاجه اسمها حاجه اسمها يعني دي اس اي ار اي اس ريليتيف انتنسيتي سكور. بنجمع كل الانتي بودز اللي هي طالعه اجينست الدونر ونشوف اللي تركيزه عالي قوي فوق ال 10000 بنديله 5 نقاط، واللي تركيزه بنديله اسف 10 نقاط، واللي تركيزه تحت ال 1000 تحت ال 5000 اللي هو الى حد ما تركيزه قليل بنديله نقطتين، واللي تركيزه من 5 ل 10000 بنديله 5 نقاط. ونجمع الرقم ده ولو طلع 17 او اكتر فده بالنسبه لنا الدي اس اي انتي بودز سيجنيفيكانت ومش هتنفع ان احنا نتعامل معاها او نعمل لها حتى ديسنسيتايزيشن. الكاتيجوري ايه ده اللي هو احنا مكتوب ان احنا ما نعملش ديسنسيتايزيشن وندور على متبرع اخر او ندخله في بورد دونيشن؟ بعض المراكز بره بيزرعوه، بس طبعا غالبا بعد ما بنعمل ديسنسيتايزيشن النتائج ما بتبقاش كويسه قوي والدنيا ما بتتحسنش قوي. المجموعه بقى اللي في النص اللي هي السي دي سي نيجاتيف والفلوسايتومتري بوزيتيف، حتى لو كان الميديان تشايلد شيفت رفع حاجه بسيطه عن النورمال، والدي اس اي اللي طالعه عند العيان تركيزاتها مش كتيره قوي او حتى مش عددهم مش كتير قوي، ده ممكن ساعتها نزرعه بس لازم يعمل ديسنسيتايزيشن. لا بنعمل لو العيان حسب بقى الريسك ستراتيفيكيشن. احنا قلنا الفكره في الاخر كل القصه دي بيست على يعني اوكي سيستم بتعمل احنا هنرجع نعمل دلوقتي هو اللي بنعمل ايه بس البلوس. لا بنعمله بس احنا في الاخر بناخد الخطوات حسب الرسمه دي او الشريحه دي. انا في الاخر عندي العيان فيه هيستوري اوف سنسيتايزيشن، فانا هبقى متحفظ وجاهز ان انا اعمل الحاجات دي لو طلعت في كلوز بتوديني دي. ولما هعمل الفلو سايتومتري اللي هو ال اتش ال اي سكريننج باستخدام المالتيبل انتيجين بيد لقيتها بوزيتيف، لازم اعمل السنجل انتيجين بيد عشان احدد انهي انتي بودي، وساعتها يفضل ان انا اعمل فلو سايتومتري. تفضل. بس غالبا لا، الحاله اللي احنا جايبينها هنا جايبينها عشان كده، احنا عملنا كل حاجتها. وهو لو جينا برضو كمان للمجموعة اللي احنا قلنا عليهم اللي هم اسم المجموعة اللي هي عملت الكونسنسس على استخدام اللي هي المجموعة اللي هنا تحت اوبلز وتيت، المجموعة دي في الاخر كان كلامهم في الريكومنديشنز ان احنا نفضل نعمل الاتش الكروس ماتش باستخدام الطريقتين السي دي سي والفلو سايتومتري. وناس كتير في مصر حاليا بتعمل كده، خصوصا انها مش غاليه قوي، تقريبا حوالي 2000 جنيه ولا حاجه، فجمله المصاريف يعني مش هتفرق ان احنا نطمن اكتر بالفلوس هيتوتر، خصوصا لو العيان عنده هيستوري اوف سنسيتايزيشن. طب هو سوري بس هو هيفرق ايه عن الليمينكس؟ او هيزود يعني هيزود يعني الليمينكس ممكن الليمينكس في الاخر بيديني مين فلورسنس انتنسيتي، ده قيمه هي مش كوانتيتيف، ما نقدرش نقول ان ده تتر ولا في نفس الوقت نقدر نتجاهله، يعني هي سيمي كوانتيتيف. الميثود دي نفسها في الاف دي اي ابروفد انها كواليتيتيف. طب الى اي مدى الام اف اي ده هيفرق معايا؟ ممكن مثلا يبقى تركيز عالي ولو خففت العينه وعدتها يطلع يبقى نيجاتيف بعد كده، وبالتالي هو مثلا 9000 ومش مهم قوي، وممكن يبقى انا طالع لي في الام اف اي 10000 وانا ما خففتش العينه، وهو اصله لو انا قعدت اخفف لحد مثلا 4 اضعاف او 5 او 8 واحد على 8 واحد 4 يفضل برضه بوزيتيف. وفي ستادز عملت الحاجات دي وجربوا الكلام ده، وبالتالي الام اف اي نفسه مش رقم حاسم يعني في الموضوع، هو في الاخر لازم اعمل له انتربريتيشن في سياق التحليل اللي انا عملته في سياق الحاله. لو الحاله شاكك انها في الاول سنسيتايزد والدنيا مش قد كده، ممكن انا اعمل الفلو سايتومتري لازم تبقى معايا، ممكن السي دي سي اعملها واعمل تخفيف، والله الاتش ال اي انتي بودز بالليمونكس طلع الام اف اي رقم كبير قوي، طب ما هو كام يعني 10000 ولا هيفرق عن ال 20000؟
خصوصا ان مفيش استادس كتير في الحاجات دي، ويا دوب لسه الكلام بدأ يتجمع ان احنا متفق على حاجه في اخر 5 سنين مثلا. فمهم ان احنا نعمل الحاجات كلها مع بعض. محدش قال ان انا اعمل سي بي سي وبي اس سي سكريننج وخلاص على كده. في بعض الناس بتعمل كده حاجه اسمها الفيرتشوال كروس ماتش، عمل التحليل ومتاكد ان انا غالبا لو انا اخترت نظريا دونر بعيد عن الانتي بودز دي خلاص اقدر اخش على الزرع من غير حتى كروس ماتش اصلا. في ناس بتعمل كده، بس في الاخر اللي مكتوب واللي بيوصل بيه ان احنا ما نعملش كده، لازم برضو نعتمد على السيتوتوكسيسيتي باستخدام الفلوسه السي دي سي او الكروس ماتش باستخدام الفلوسه دي. حاليا الديسنسيتايزيشن بروتوكول مش هتكلم فيها كتير، يعني كده كده الريفرنس كاتبها عشان نتكلم على الحالات على طول. هو حاليا استخدام الحاجات دي بيعتمد في الاساس ان احنا بندي اي في اي جي مع ريتوكسيناب وفصل بلازما، وممكن ندي ادويه تانية غير الريتوكسيناب. يعني الفكره ان احنا بنعمل كليرنس للايمونوجلوبولينز بالبلازما اكسشينج، وبنعمل ديبليشن للبي لينفوسايتس بالريتوكسيناب، وحديثا بالاوبنتوزوماب اللي هي الجازيفه، وممكن نعمل البلازما سيلز نفسها الماتيور بلازما سيلز اللي بتطلع انتي بودز نعمل لها ديبليشن باستخدام البرتوزيميب والكارلي فلوزوميب اللي هي حاجات بتاعه المالتيبل مايلوما. وفي حاجات تانية طبعا توسيلوزوميب، وفي ان انا اشتغل على الكومبلمنت فاكتورز اللي هو السي 5 انهيبيتورز اللي هو الاكليزوميب. في عندنا حاجات كتير قوي، بس اللي عليه كلامه مشهور طبعا الريفرنس اللي تحت ده عامل ريفيو للكلام ده كله، وكاتب فيه الناس دي سيسي ده والمجموعه بتاعته، دول من سيدر سيناي سنتر، ودول من اهم الناس اللي شغالين في الموضوع ده مع الجون هوبكنز هوسبيتال. فهم كاتبين البروتوكول بتاعهم، بس كاتبين برضو ملخص عن الحاجات دي كلها نقدر نتكلم. بس هو اتضح ان كان في خلاف، هل يا ترى اي في اي جي لوحده كفايه؟ فلا، اي في اي جي لوحده مش كفايه، غالبا لازم يبقى معاه ريتوكسيناب، ولو العين سنسيتايز ده قوي لازم نحتاج ندخل معاهم فصل بلازما. وفي الاخر العبره في الكلام ده كله ان احنا بنفصل الديسنسيتايزيشن بروتوكول على حسب الالو ايمونايزيشن ستاتس اوف ذا ريسيبيانت. مفيش بروتوكول واحد ماشي على كل الحالات. وهنا انا اخترت يعني تو بروتوكولز مشهورين بتاع السيدر سيناي هوسبيتال. المفروض هما في الاول بالعيان اللي هو اللايف دونر اللي هو عنده زي البروتوكول بتاع مصر، يعني يمكن احنا واخدين البي اس اي ار اي اس من المجموعه دي عشان هم اللي بدأوا في قصة الريلاتيف انتنسيتي سكور. لو عند العيان سي بي سي بوزيتيف وفلو سيتومتري بوزيتيف بمين ميديان تشانل شيفت زياده اكتر من 250 والبي اس اي ريلاتيف انتنسيتي سكور 17 او اكتر، ده العيان ده مش هيدخل في الديسنسيتيزيشن بروتوكول، ده هيخش يعمل كيدني دونيشن او اي حاجه ثانيه. طب لو العيان الارقام بتاعته اقل من كده هيدخل في الديسنسيتيزيشن بروتوكول. وهم مقسمينهم الناس اللي بي ار اي عندها عالي قوي، وده باسلوب الكالكوليتد بي ار اي اكتر من 99 اللي هو الناس اللي ويتنج ليست بتاعهم هيطول، بيعمل له فصل بلازما وبيدي له انتي سي دي 20 اللي هي ريتوكسيناب، وبيدي اي في اي جي هاي دوز. هنا هم بيدوا هاي دوز 2 جرام بير كي جي ماكسيمم 140 جرام في اخر بعد ما خلصوا الريجيم في بلازما اكسشنج. طيب العيان الثاني، في عيان ثاني اللي هم يقدروا يشتغلوا فيهم براحتهم شويه، بيدي ريتوكسيناب، بيبدا التحضير من بدري من شهر او هنا كاتب 43 دي 43 يوم اللي هو قبل الزرع، يعني بيبدا تحضير للعيان من قبلها بشهرين مثلا او شهر ونص. بعد كده العيان لو في سكسسفل ديسنسيتايزيشن بيحددوا بايه؟ بيحددوا ان السي بي سي اللي كانت ممكن تكون بوزيتيف بقت نيجاتيف، وعلى تخفيف 1:2 وخففها كمان لقاها نيجاتيف، معنى كده ان الانتي بودي تتر اقل خالص، الفلوسايتومتري كروس ماتش قل بقى تحت 250، والار اي اس سكور نزل تحت ال 17. فده بيعتبر ان هو نجاح في الديسنسيتايزيشن وبيكمل السهل، وبيدي طبعا اندكشن بديليتنج انتي بودي اللي هو الالينتوزوماب زي الاي تي جي كده عندنا. ده جون هوبكنز البروتوكول برضو. هنا بيبداوا بيدوا بلازما اكسشينج واي في اي جي، ما بيدوش انتي سي دي 20 غير للعيان اللي هو هاي ريسك قوي، يعني دي الشروط بتاعته. في بروتوكولز تانية، دي اهم حاجه بقى الفكره فيها، ان هي بيعملوا انديفيدواليزيشن.
كل عيان ليه حاجات معينه حسب الريسك بتاعه، ودي نقدر نرجعهم في الريفرنسز دي. ده ريفيو ارتكل مجمع الحاجات دي كلها والاستاديز اللي اتعملت على الديسنسيتايزيشن، هو يمكن المقال في 2011 بس مجمع الاستاديز اللي قبل كده وكاتب الريسك اوف ريجكشن وجرافت سرفايفل وقد ايه اختلفت عن العادي، ودي ريفرنسز بقى مختلفه. ده البروتوكول بتاع هايدلبرج، وده خالد المشاري في المستشفى الملك فهد او فيصل حاجه زي كده في السعوديه، وده من ساوث كوريا، وبجانب الريفيو ارتكل اللي فيه الكلام ده كله. لو جينا للحالات بقى بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، انا اقولهم بقى بسرعه كده. العينه الاولانيه اللي هي كانت سنسيتايزيشن ايفنت عندها اللي هو البريجننسي، عملت السي دي سي كروس ماتش طلع نيجاتيف للتي والبي سيلز، والفلو سايتومتري كمان لما عملته طلع بوزيتيف، معنى كده ان عندها انتي بوديز اجينست الدونر، بس تركيزها مش عالي قوي لدرجه ان هو يعمل بوزيتيف كروس ماتش على السي دي سي، عمل بوزيتيف على الفلو سايتومتري. ولما عملت السنجل انتيجين جيت طلع ان عندها 3 انتيجنز البي 54 ده من كلاس 1، وكان الام اف اي بتاعه كان 6200، ده تقريبا رقم متوسط، والدي كيو 6 من الكلاس 2 2500، والدي ار 15 من كلاس 2 1900. فالارقام الى حد ما معقوله ما عدا الكلاس 1 عالي شويه. ولما عملوا السنجل انجن دي اساسي بس باستخدام السي 1 كيو عشان يشوفوا الانتي بوديز دي كومبلمنت فيكسنج ولا لا طلعت له. فدي بالنسبه للتقييم والكلام اللي احنا قلناه قبل كده، الارقام دي مش وحشه قوي يعني. العيانه ما فيش سي بي سي بوزيتيف كروس ماتش، الانتي بوديز دي مش كومبلمنت فيكسنج، وهو واحد بس اللي عالي ورقم 6200. فهم عملوا لها ديسنسيتايزيشن بالروتوكسيماب وبلازما فيرسس العيانه دي في مستشفى في ساوث كوريا، وبعد الديسنسيتايزيشن عادوا التي سيل فلو سايتومتري كروس ماتش بقى نيجاتيف، والساب السي الدي كيو 6 والار دي ار 15 اختفوا خلاص، بقى الديسنسيتايزيشن نفع معاهم، والبي 54 اللي هو كان 6200 ان اف اي بقى 1790، وبالتالي كملوا الزرع بتاعها. العينه دي في دي 4 عملوا لها الكروس ماتش الفلو سايتومتري كروس ماتش تاني طلع نيجاتيف، والاسي اتعمل طلع بقى كمان حتى البي 54 ده اختفى خالص والكرياتينين كان نورمال، وفي بعد شهر من الزرع البي 54 بدا يظهر تاني بس 3300 والكرياتينين نورمال، وبعد 8 شهور من المتابعه الكرياتينين بتاعها 16. فده مثال للحالات دي. في بس ملحوظه كده عايز اقولها، ان هنا لما بندي ريتوكسيماب او اي تي جي دايما ما بنعملش السي دي سي كروس ماتش، لان هو طبعا هيطلع النتيجه بوزيتيف، لان الانتي مونوكلونال انتي بوديز اجينست البي والتي سيلز هتطلع بوزيتيف في التحليل، وكمان ما بنعملش البي سيل فلو سايتومتري الا لو عملناهم بحاجه اسمها بروميز بيشيل كل السي دي 20 اللي على الخليه ويشيل كل الانتيجنز ما عدا الاتش ال اي انتيجنز، وبالتالي ممكن اعالج العينه ببروميز انزيم عشان استخدم البي سيل والتي سيل فلو سايتومتري. الحاله الثانيه حالة برضو عندهم في الكورية دي 49 سنة جالها حملت قبل كده بس سنسيتايزنج ايفنت، مفيش داتا متاحة عن الدونر والاتش ال ايه دي، كان عملوا كروس ماتش السي بي سي كروس ماتش بالتي سيلز كان نيجاتيف، وهم عشان يزودوا الحساسية بتاعته زودوا الانتي هيومن جلوبيولين فطلع نيجاتيف، لكن البي سيلز طلعت بوزيتيف بس الانتي بوديز ما كانتش كتيرة قوي، لدرجة ان هم لما خففوا العينة 1:2 كان بوزيتيف، وخففوها اكتر من كده 1:4 التست بقى نيجاتيف، معنى كده ده بيقول لنا ان الانتي بودي مش عالي قوي. لما عملت ما كانوش كاتبين ان هم عملوا فلو سايتومتري ولا لا، لما عملت سنجل انتيجن جديد اسي طلع ان عندها كلاس 1 بوزيتيف على بي 61 بس التتر بتاعه او الان اف اي 5700 رقم متوسط، والدي ار 8 ودي كيو 6 من الكلاس 2 ارقام عاليه 13000 و11000 ان اف اي. عملوا برضه سي 1 كيو اس اي طلع نيجاتيف عشان يشوفوا الانتي بوديز دي كومبلمنت فيكسنج انتي بوديز ولا لا. البروتوكول بتاعها كان شمل الريتوكسيماب وفصل بلازما، بس هناك بيدوا فصل بلازما مع لو دوز اي في اي جي حوالي 200 مللي جرام لكل كيلو بعد كل جلسه 6 مرات، وبعد الديسنسيتايزيشن السنجل انتيجين بيد البي 61 نزل ب 1900، الدي ار 8 كان 9000، والدي كيو 6 نزل من 11000 بقى 5000، وما زال السي 1 كيو نيجاتيف. هم زرعوا على الوضع ده، والعينه في دي 4 اتعدى السنجل انتيجين بيد الدي ار 8
نزل تاني 9000 بقى 2600 تقريبا، لسه تاثير الريتوكسيناب والحاجات دي. الدي كيو 6 نزل من 5000 ل 1300، والكرياتينين كان نورمال. بعد 10 ايام عاد الساب تاني، البي 161 اللي كان اختفى في الدي 4 رجع تاني ظهر، بس التتر او ان اف اي قليل. الدي ار 8 رجع عمل ريباوند تاني ووصل لارقام كبيره 15000، والدي كيو 6 رجع ل 10000. هما في الاخر كان الكرياتينين بتاعها نورمال، وكانوا بيعتمدوا على الفولو اب الكرياتينين، ولحد متابعه 4 شهور كان الكرياتينين نورمال. المفروض تيبيكالي في الحالات دي بيبقى غالبا في بروتوكول بايوبسي، بس هما ما جابوش اي سيره عن الكلام ده في الاستادي. الحاله الثالثه اللي هي العيان اللي بتحضر حاليا في المركز ده، ميل بيشنت 55 سنه، بريفيوس سنسيتايزيشن بتاعه كان زرع قبل كده، وكان جبنا البريفيوس دونر اتش ال اي موجودين. الدونر الجديد في كومباتيبلتي في الاتش ال اي تايبنج كويسه، يا دوب هو في تو مس ماتش عند بي 38 ودي ار 14، وفي نفس الوقت الانتيجنز بتاعه الدونر القديم اكسكلودد في الدونر الجديد، مفيش ولا واحده منهم مشتركه، وبالتالي العيان ده من ناحيه الاتش ال ماتشنج هو حالته حاله مثاليه. عملنا السي دي سي كروس ماتش طلع نيجاتيف، بس كان السكريننج تيست الفلو بي ار اي سكريننج كيت اللي هي السريعه دي طلعت بوزيتيف على كلاس 2 46%، معنى كده ان هو نص تقريبا البيدز اللي كانت في العينه طلعت بوزيتيف. فساعتها طلبنا سنجل انتيجين بيد اسي، وعملنا سي 1 كيو دي اس اي اسي، وعملنا الفلو سيتومتري. الفلو سيتومتري بتاع العيان طلع نيجاتيف على التي والبي سيلز، معنى كده برضو ان الانتي بودز غالبا هتبقى بوزيتيف، بس مش عاليه قوي لدرجه انها تعمل بوزيتيف كروس ماتش على الفلو سيتومتري والسي بي سي. الدي اس اي اسي كان سنجل انتيجين بيد اسي، كان كله كلاس 2 طبعا. الدي ار 7 كانت 5000، دي ار 10 11000، دي ار 53 22000. ونقدر نقول ان ده يعني لو رجعنا الداتا بتاعه الدونر القديم كان عنده دي ار 53، فممكن يكون ده من زمان يعني عالي كده. الدي كيو 2000 والدي كيو 7 2600. طبعا لما لقينا عند الريسيبيانت دي كيو 4 و7 كان لازم نعمل دي كيو اناليسيس للدونر، فطلع 5 و6 بعيد خالص عن 4 و7 اللي عند العيان. العيان ده طبعا كده في الاخر لما احنا جينا ندخله في البروتوكول بقى الريسك اسسمنت الجديد، العيان ده عنده نيجاتيف سي دي سي، نيجاتيف فلو سيتومتري، ما عندوش دونر سبيسيفيك انتي بوديز، الدونر انتيجين زي هي ما فيش ولا حاجه منهم اجينست، لكن عنده نون دونر سبيسيفيك اتش ال انتي بوديز بتركيز كبير اللي هو الدي ار 10 والدي ار 53 ويمكن الدي ار 7. المجموعه دي من البيشنت البروتوكول بتاعنا بيقول ان الديسنسيتايزيشن مي بي كونسيدر، وده تقريبا القرار اللي اتاخد في العيان ان احنا هنعمل ديسنسيتايزيشن، والمفروض ان الخطه ان هو ياخد ريتوكسيناب، وهنمشي على البروتوكول بتاع سيدر ساينايي هوسبيتال اللي هو الهاي دوز اي في اي جي 2 جرام بير كي جي ماكسيمم 140 جرام واربع جلسات فصل بلازما وريتوكسيناب، وهيعمل اندكشن بالاي تي جي مع التاكرولامس وبقيه التراب السيرابي العادي بتاعه. طبعا انا خلصت، وعايز بس اقول لكم ان ده ريفرنس صغير كده مجموعه من ساوث كوريا عاملينه، كتاب اسمه كيدني ترانسبلانتيشن ان سنسيتايزد بيشنتس، حوالي 160 صفحه كده، وفي لسه منشور من سنتين وفي تفاصيل عن الحاجات دي كلها لو حد عايز حابب يرجع يقرا الموضوع كله او للريفرنس اللي في السلايد كله. شكرا.